يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الصقور؟ هل يجوز؟ ما حكم بيع الصقور؟ سباع، هذه سباع، هذه سباع. هنا ورد النهي عن بيع الكلب، ثمن الكلب، ورد النهي عن ثمن الكلب، أما الصقور فلم يرد فيما أعلم فيها شيء. والأصل في المعاملات الحل، نعم. وإن كان أحد عنده دليل على تحريم بيع الصقور فليبينه، نعم.